توجه الفرق الصحية إلى السيطرات الثلاث المداخل البصرة. هذه الفرق الصحية تتألف من طبيب وكادر طبي، سوف يتم فحص كافة القادمين اللي جايين من البصرة، أي حالة مشكوك بها طبعا راح يتم نزولهم من السيارة ويتم تدقيق يعني التاريخ المرضي لهم أو لا سمح الله عند أي تاريخ مرضي أي إصابة بارتفاع في درجة الحرارة. الطبيب أيضا راح يكون مشرف في حالة وجود أي حالة لا سمح الله تحتاج إلى علاج أو مشتبه بها، راح يتم تحويلها إلى المستشفى، يعني السيطرة اللي بالقرنة تحول إلى مستشفى القرنة وإلى مستشفى المدينة، وسيطرة السدرة إلى مستشفى الزبير، وراح تم فحص من قبل الطبيب الاختصاص بالمستشفى، وفي حالة الشكوك بها راح يتم إرسالها إلى مستشفى البصرة التعليمي اللي عندنا رتات حاليا كاملة ومجهزة بكافة وأحدث الأجهزة الطبية. نهيب بالمواطنين التعاون بهذا الموضوع لأنه هو جدا ضروري وضمان لصحة مواطنينا في حالة قدوم أي مسافر من محافظة أخرى أيضا يعاني، راح يتم التعامل وياه على أنه حالة مشتبه بها ويتعامل وياه معه بضمن الضوابط. أنا عوائل قادمة من إيران، هذه العوائل مسجلة لدينا سوف يتم زيارتها سواء في المركز أو في القطاعات، يعني في الأقضية والنواحي تم تكليف مدراء القطاعات بهذا الموضوع، كل قطاع راح يزور العوائل اللي موجودة هناك وراح نتعامل وياها، وهناك توصيات لهم بالتواجد في منازلهم لمدة أسبوعين، وفي حالة إحساسهم بأي أعراض مثل الرشح أو إنفلونزا أو سعال يتم مراجعتهم لأقرب مركز صحي أو مؤسسة صحية.